Hello everyone, welcome back to my channel. اليوم رح فرجيكم كيف تعملوا هالفالنتاينز داي ميك اب لوك. اللوك كتير بسيط, everyone can do it. اوكي, رح ابلش بمويسترايزر. رح استعمل الشارلوت تلبري ماجيك كريم عشان لانا بشرتها جافة. كاي كريم رح استعمل كودالي بريمير كرو ذا اي كريم. بعدين رح اخذ الكيدز ليب بام نمبر 1, هاد بالمانجو فليفر. فكتير عم بهتم بترطيب بشرة لانا من العيون للوجه للشفايف. الفانديشن رح استعمل اليوم هو من شارلوت تلبري, هاد اللايت وندر فانديشن باللون ميديوم 6. هذا الفانديشن كتير خفيف, بعطي جلو وقليل يغطي, بس بالطبيعة كتير شكله حلو وكتير طبيعي. ورح اوزع الوجه بهالبرش من ري موريس. ككونسيلر رح استعمل النارس سوفت مات كونسيلر باللون كاسترد, ورح استعمله دغري ببيوتي بلندر. رح تكون مبلولة شوي, بس اكيد بتنشفوها بتشو كمان عشان ما تكون كتير مبلولة. ورح اوزع تحت العين, وشو اللي بيضل رح انزله على الوجه. زي ما بتشوفها الكونسيلر كتير بيفتح بطريقة حلوة. كبرونزر وكونتور رح استعمل البنفيت هولا كويكي كونتور ستيك. رح احطه بالاماكن اللي دائما بعمل فيها كونتور, اللي هو تشيك بونز, على الجفين, عند المنخار, وكمان فوق الشفه وتحت الشفه عشان اكبرهم شوي. رح ادمج كل شيء بالبيوتي بلندر اللي استعملتها, اللي اوريدي فيها كونسيلر شوي. وانا دائما بحب ادمج يا بالفانديشن برش اللي اوريدي فيها فانديشن, او بالبيوتي بلندر اللي اوريدي فيها كونسيلر. اوكي, بلش رح استعمل ستيلا كونفرتبل كولر باللون بياني. هذا بيجي كتير خفيف وطبيعي, كأنه يعني شوي جلوسي, بس أكيد ما بيضل جلوسي على الوجه. ورح أدمج بالبيوتي بلندر, بس مش الجهة اللي فيها الكونسيلر, الجهة اللي نضيفة عشان ما أشيل كتير من البرش. كآي شادو بس رح استعمل جورجو أرماني آي تنت بالرقم نمبر 12. طريقة كتير سهلة, بس رح أحطه على العيون ورح أدمج يا بأصبعي يا بفرشاي, whatever you want. الحواجب رح استعمل Benefit Precisely My Brow Pencil باللون نمبر 6, بس رح أعبي أي فراغات. هلا هي ما عندها كتير فعلى الخفيف. بعدين للآيلاينر رح استعمل واو باي وجو Little Black Pot Gel Eyeliner. رح استعمل Sigma Brush نمبر E11, هاي الآيلاينر برش, رح أعملها Winged Liner. رح يكون شوي سميك بالأطراف عشان هاي اللوك, بس رح تكون آيلاينر Red Lips. الهايلايتر باليت اللي هستعمله هي الماك الهايبر ريل جلو جيت جلوينج هايلايتر باليت. هاي جديدة, اتس بيوتيفول, كتير حلوة, فبس تنزل لازم تجربوها. فيها ثلاث الوان, انتو بتختاروا اي لون او بتخلطوهم مع بعض. والهايلايتر رح احطه باماكن اللي دام بحط فيها هايلايتر, هو فوق الخدود, على المنخار, وفوق الشفة. بدي احط رموش, بس اول شيء بدي احط شوية ماسكارا, فرح استعمل السيفورا اوتريجوس اكستنشن ماسكارا, هاي جديدة. وللبرونزر رح استعمل اللورا جالر بالانس ان برايتن باللون تان. رح احطه تقريبا فوق الاماكن اللي عملت فيها كونتور برونز بالبنفيت ستيك. رح اخذ نفس البرونزر ورح استعمله كاي شادو بالكريس, بس عشان يدفي اللون شوي, يدفي لون عيونها, عشان الشمر اللي حطيناه كتير جاي سيلفر أكتر من شامبين.
هلا للشفايف، الليب لاينر اللي بدي استعمله هو من كات فون دي، Everlasting Lip Liner باللون بور فيدا، وراح أحدد شفايفها وأعبيهم شوي. لبسك راح استعمل الكات فون دي ستاريد كيس لبستيك، هدول جداد نزلوا، هذا اللون ناسفراتو، بيجي أحمر كتير غامق شوي على برغندي، بس حبيت لونه كتير لهاللوك. اوكي، رموش رح استعمل الليلي لاشز بالستايل اوبيلنس، قصرتهم شوي من جوا وقصرت اللاشز من جوا شوي عشان يلبقوا للانا، بس كتير كتير حبيتهم. I love these lashes. وهاي الفاينل لوك، ان شاء الله يكون عجبكم and you enjoyed this Valentine's Day inspired makeup look، وبشوفكم بالفيديو الجاي. باي. Oh, and don't forget to subscribe or like the video. It's cool to comment if you liked the video. And yeah, I'll see you next time. Bye.